أحمد الخميسي يقف خلفه تاريخ طويل، عائلة ذات شأن كبير في مجال الثقافة، الوالد الشاعر والمخرج والممثل عبد الرحمن الخميسي. البيئة دي إزاي أثرت في نشأة أحمد الخميسي؟ هقول لحضرتك يعني الكلام عن بيئة ثقافية جاء متأخرا شوية في حياتي، يعني لأنه أنا فتحت عينيا تقريبا وجدت والدي معتقل في مطلع ثورة يوليو، ولكن اللي أثر فيا يمكن فكرة إنه يعني فكرة إنه في العالم ده في سجن، إنه في هذا العالم في شخص ممكن يعتقل. الفكرة دي أثرت فيا، دي ما كانتش لسه يعني ما كانش ممكن هنا نتكلم عنها. يعني ده فكرة الاعتقال أو السجن هي الفكرة الأولى اللي اتفتح عليها وعي أحمد الخميسي. بالظبط، يعني قبل ما نتكلم عن بيئة، لأنه البيئة جت بعد كده بعد والدي ما خرج، وبعدين بقى كان ظهرت مجددا مكتبته اللي هي كانت حافلة فيها يعني روايات روسي وروايات كتيرة مترجمة. مع خروجه وظهور المكتبة وكمان وجوده هو معانا، البيئة الثقافية طبعا يمكن أكتر عامل حاسم كان فيها مش الكتب لكن شخصية والدي نفسه. الشخصية، التفاعل معاه وطريقته وأسلوبه في الحياة. بالظبط، يعني عارفة انه في شخصية مش عادية، شخصية مدهشة، لانه هو كان طول الوقت يعني ما بين خيال وما بين الواقع، ما بين انه هو بيتصور اشياء وما بين انه هو فعلا كده، لدرجة انه في حاجات كان بيحكيها انا كنت اتشكك دي هو متصور كده ولا ده حقيقي. فكرة التخييل اللي كانت موجودة والخلط ما بين التخييل والواقع، ده مش ممكن تكون دي عامل في انه يطلع حضرتك كاتب قصة وتكتب قصة وانت عندك 14 سنة والحكايات اللي ابتديت تكتبها؟ والله مش عارف، بس انا اعتقد ان الكتب هنا عملت دور كبير. الكتب لانه كان عندنا مكتبة نسبيا يعني ضخمة، وانا ما اعرفش يعني احنا كنا 6 اخوات في بيت واحد، بس انا الوحيد اللي كنت امد ايدي اطلع روايه واقعد اقراها واحطها واطلع روايه، يعني ما فالكتب عملت لي. ابتديت القرايه امتى؟ في اي مرحله عمريه ابتديت القرايه الروايات؟ ابتديت روايه الكتب؟ هقول لحضرتك يمكن 12 سنه كنا في شارع مصر والسودان، وما زلت اذكر كويس جدا ما اعرفش ليه انا ممدد كده وبقرا روايه بتاعت ديستيفسكي اسمها انطوشكا. وفي اللحظه دي ذاعوا اغنيه جديده لعبد الحليم حافظ اللي هي بتلوموني ليه، ما اعرفش ليه اللحظه دي فضلت كده زي ما هي، لكن من هذا الوقت وانا يعني كانت علاقتي بالكتب بالروايات والحاجات دي قويه جدا.